استنى شوي لو سمحت، رح نرجع نطلع معك. ماشي اختي. انت وياها كيف اجيتوا؟ نحن اجينا بالتاكسي آسية، الشوفير ناطر برا. منيح، معناته رح نروح معكم كمان. امتى رح تخلص هالمصيبة؟ سنية خانم والله مو وقت هالحكي، خلينا نروح على المشفى يلا. جاوبيني امتى رح تخلص هالمصيبة؟ ماما؟ نعم حبيبي، انت تعال معي. سنية خانم، قلبي محروق. محروق قلتيلي؟ على شو؟ سنية خانو كرماله لالله اهدي وروقي شوي، التاكسي برا امشي. لك ما اكتفيتي بقى؟ امتى رح تكتفي؟ مسكتك من شعرك وشرشرتك وما مشي الحال، حكيتك من منيح وما مشي الحال، قلت لك انت ام فكرتك فهمتي بس مستحيل تفهمي. شو بدي اعمل احكي؟ انا شو اعمل لتفهمي؟ قولي لي شو اعمل؟ بدك بوس ايدك. سنية خانم ما تعملي هيك، الله يوفقك. لا ولادي وبيتي اتركيهم بحالهم، ببوس ايدك، بوس ايدك ورجليك، اتركي ولادي وبيتي اتركيهم بحالهم، بقولك اتركينا بحالنا. دخيلك ما تعملي هيك، اتركينا نرتاح. لو سمحتي روقي. مراد راح لينقذ نظر من فيدات، فاتح لحقه من غير ما ينتبه، وهنيك زلمة فيدات. اوصوه هذا هو اللي صار مزبوط، واحد من زلم فيدات قوصه صح؟ فيدات، طيب مين هاد فيدات؟ هاد بيكون أبوه لابنك، أبوه لابنك الحقيقي. نفس، انت فيك تعيدي اللي قلتي، مراد راح ينقذ نظر من فيدات. فاتح مين اللي قوص عيدي؟ سنية خانم يلا قومي معي يلا. شوفي الفستان اللي لابستي، شايفتي كيف ملوت بدمه لفاتح؟ اليوم دم فاتح، بكره مين الله بيعلم صح؟ شوفي آسية، ولك حتى آسية اللي بطنه واصل لحلقة، وقعت من ايدين قتال اللي قتل الواطي، نفدت منه بحسنة اللي ببطنه. لك فهميني هلا دور مين كمان، طاهر ولا مصطفى؟ اي روح من ارواح ولادي بدك اياها تطلع من جسمه مشان تنبسطي وترضي؟ راس اي واحد من ولادي بدك اياه ينقطع لحتى تصدقي وتقولي لحالك ايه والله الحق مع سنية انا كنت السبب بالشي اللي صار؟ هداك الوسخ، قولي مين اللي جابه وحطه مثل البلوة فوق روسنا؟ كل يوم في وجع شكل، كل يوم بدنا نفيه ونلاقي مصيبة، والله الضحك نسيته. احكي شو بدك مني أعمل لسه؟ أنا كيف بدي فهمك؟ الأمور هاي كلها صارت معنا بعد ما أنت جيتي لهون، إذا ما تركتينا ما رح تخلص. لك فهميني بس، أنت شو لساتك ناطرة؟ شو لساتك ناطرة؟ ليش ما بتروحي بتتركينا ليش؟ ما
ناطرة لأدفن واحد من أولادي تحت التراب وأبكي عليه دم وأتبت روحي مو هيك؟ إذا بدك روح حدا أنا إيه؟ فيكي تاخدي روحي، لك تفضلي خدي روحي أنا، بس خلصيني منك ما خدي روحي وخلصيني منك، خديها ساعديني أسمع، بس روحي وانتبهي. يلا خلوني، يلا خلينا نروح على المشفى. امشي نفس يا روحي، ما تزعلي منا ماشي، قلبها محروق عذريه. والله انا قلبي محروق كمان. اصحك تعملي شي مصيبه، كل شي رح يتصلح ماشي. انتي اهدي وروقي. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.